بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من إنجيل معلمنا يوحنا بركته على جميعنا آمين. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لكم، أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. وأيضا من سفر الأعمال بركته علينا أمين. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فسأله: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فسأل وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتدوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: هأنذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، وأطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأري كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق
الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس، فللوقت وقع عن عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز في بيعة الله المقدسة. أمين. النهاردة أحبائي، كل سنة وانتم طيبين، عيد أبائنا الرسل القديسين. ودايما عيد أبائنا الرسل القديسين يجي يوم عيد الرسولين بطرس وبولس. وفي الحقيقة الرسولين بطرس وبولس كل واحد منهم بستان كبير مليان بالزهور، مليان بالفواكه. فقوم ان احنا نتكلم عن الاثنين في وقت واحد صعب، واما نتكلم عن واحد ونسيب التاني يبقى اهملنا واحد منهم. وكلا الرسولين رسولين عظام، حتى ان الكنيسة في القداس في ترجمات سابقة كانت في الاسمة يقول واما بطرس وبولس هامتا الرسل. الترجمات القديمة كلها وضعوا الرسولين في قمة الآباء الرسل لخدمتهم المتميزة، ولأن كل واحد منهم كان له وضع مميز مع ربنا، كلا الرسولين. حتى أن بولس الرسول يقول أنا تعبت أكثر من جميعهم. فأنا عايز أقول الرسولين الاثنين رغم أن هما من ضمن الرسل إلا أن كل واحد منهم تميز عن باقي الرسل. ودي تورينا أن عمل الروح في الكنيسة متنوع. عمل الروح يفرز واحد لعمل ويفرز الآخر لعمل تاني، وهم رسولين والاثنين أخذوا روح واحد، ولكن روح يتميز في واحد عن الآخر. عشان كده سنجد في الرسولين تشابه ونجد اختلافات. فأنا عايز أقول الروح اللي حل عليهم ما شالش شخصيته، ولكن في نفس الوقت ظهرت شخصية كلا الرسولين، ولكن وضح فيهم عمل الروح تماما. وكل واحد منهم له شخصية تتميز تماما عن الآخر، ولكن يتفقوا في ان الروح اللي فيهم هو روح واحد، مفيش في اختلاف في الروحين. شهادة الرسولين كانت يوم 5 أبيب على يد نيرون، ولكن واحد منهم وهو بولس مات بقطع الرقبة، واما بطرس فمات منكس الرأس مصلوبا. بطرس وبولس كلاهما ليهم صفات وليهم تمايزات واختلافات، ولكن أنا عايز أقول رغم ده كله سنجد إن عمل النعمة في كلا الرسولين كان واضح جدا. كلا الرسولين العجيب إن كان ليهم اسمين، فلما ربنا دعا بطرس كان اسمه سمعان. أول ما ربنا دعاه قال له كان الاسم الآخر بتاعه سمعان، أما بولس فكان اسمه الآخر شاول. فكلاهما كان له اسم في الأول وأخذ اسم تاني. لكن في سفر الأعمال الإصحاح 19 وبالتحديد في الرحلة التبشيرية الأولى وفي مدينة قبرص، جزيرة قبرص، بنلاقي إن بولس الرسول لما تقابل مع الساحر ويقول لنا كده بعد قصة الساحر اللي هو اللي حاول أن يفسد إيمان الوالي، وبولس الرسول كان موجود في المكان ده، لقينا الكتاب بيقول لنا وأما شاول الذي هو بولس. فدي الأول مرة نعرف إن شاول له اسم تاني هو بولس. قبل الوقت ده ما كناش نعرف، لكن هنا قال لنا أن لشاول اسم آخر، أما شاول الذي هو بولس. دي ظهرت في أعمال 19، لكن ما نسمعش عن الاسم ده قبل كده. طبعا الاسم بالميلاد لأنه هو أساسا عبراني يهودي، فاسمه بالميلاد شاول.
ولكن لأنه يتمتع بالجنسية الرومانية فالاسم الروماني هو بولس، فكان يحمل الاسمين، الاسم العبراني والاسم اليوناني كانوا موجودين. وبيقولوا ربما لأن آمن على إيده الوالي بولس فربما أنه أخذ الاسم ده من الوقت ده، لأن ده كان اسم الروماني. الرسولين كلاهما اختارهم ربنا، لكن في فرق بسيط، ان بطرس الرسول اختاره قبل ما يتصلب وقبل القيامة والصعود، اما بولس فكان بعد الصليب وبعد صعود ربنا للسماء، فواحد قبل والتاني بعد، لكن كلاهما اختاره ربنا. في متى 10 يقول السيد المسيح دعا تلاميذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس. ففي متى 10 يقول لنا إن المسيح بنفسه دعا بطرس للخدمة وبرضه كلفه بعمل. قوم في لوقا 5 قال له من الآن تصطاد الناس. هو كان صياد، فقال له هتتغير بس في الصنعة بتاعتك من السمك انك تصطاد ناس، لكن انت صياد. فهو المسيح اداله الصفة الجديدة في الخدمة الجديدة بدعوة جديدة من فم ربنا بنفسه. بالنسبة لبولس حصل نفس الامر، حتى ان بولس يقول خدوا بالكم انا لم انقص شيئا عن سائر الرسل. اذا كان الرسل دعاهم المسيح انا دعاني. دي نقطة من النقط اللي لم يختلف فيها بولس عن سائر الاباء الرسل اللي عاشوا معاه. فاعمال 9:15 الجزء اللي قريناه، لما السيد المسيح كلم حنانية اسقف دمشق قال له هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل. هذا لي اناء مختار. بطرس يقول له انت تصطاد الناس ويدعوه ويغير له اسمه، اما بولس فيكلم الاسقف ويقول له هذا لي اناء مختار. الاناء ده هيحمل ايه؟ قال له يحمل اسمي. عشان كده لما ده جاي يدخل بطرس من باب الهيكل ما معوش ذهب ولا فضه، قالوا له بتحمل ايه؟ قال الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع. كل واحد من التلاميذ حمل اسم يسوع. وهنا لما المسيح دعا بولس قال هذا لي اناء مختار يحمل اسم، فكلاهما حمل اسم المسيح وكرز باسم المسيح. هنا ربنا كلف بولس زي ما كلف بطرس في اعمال 22:21 يقول اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا. يعني ارساليه بولس جاءت من المسيح، اني سارسلك الى الامم بعيدا، رغم انه اناء مختار وقال له تحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل، رغم ان دخلت فيها بني اسرائيل وهو عبراني، الا انه في نفس الوقت قال له سارسلك لتحمل اسمي الى الامم بعيدا. يعني ربنا قال له ما فيش مانع انك هتخدم بني اسرائيل، لكن تخصصك انك تحمل الاسم بتاعي الى الامم بعيدا. بطرس الرسول كان رسول لليهود، ولكن في نفس الوقت هو كرز للامم. كرز للامم في شخص كرنيليوس. كرنيليوس ده كان اممي، ويقول لنا الكتاب انه كرز ليه وعلمه وعمده. زي ما بولس كرز لليهود بطرس كرز للامم. فبولس كرز في وسط اورشليم، وايضا بطرس كرز لكرنيليوس. حاجه ثالثه كان مهمه قوي بالنسبة لأي رسول يختاروه، لما جم يختاروا واحد بدل يهوذا اللي هو متياس،
قالوا شرط اختيار الرسول الجديد أن يكون شاهدا معنا بقيامته، يعني واحد يشهد إن المسيح اللي مات قام، يكون شاهدا معنا بقيامته. فوقع اختيارهم على متياس. طب بولس الرسول ده عرف المسيح بعد صعوده، طب ازاي يكون بولس الرسول رسول ومن غير ما يكون عاصر وقت قيامة المسيح وصعوده؟ كيف يكون شاهدا بقيامة المسيح؟ هنا يقول لنا ان المسيح ظهر ليه زي ما ظهر للتلاميذ. فيقول لنا المسيح عشان يثبت ان الرسل دول رسوليتهم قانونية قام ظهر ليهم كلهم. فيقول لنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15 يقول ظهر للرسل ثم ظهر لصفا، صفا اللي هو بطرس. فبيقول ظهر ظهور مخصوص لبطرس. يرجع بعد كده بالنسبة لبولس في أعمال 9 الجزء اللي قريناه إن ظهر لي المسيح في الطريق وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له مين أنت؟ قال له أنا الرب يسوع الذي أنت تضطهده. فده شاف المسيح بعد صعوده، ده شاهد على المسيح بعد قيامته، شاهد بقيامة المسيح زي ما قال كتاب. عشان كده يقول كان بولس في الهيكل واتاخد في غيبة، فبيقول فرأيته قائلا لي اسرع اخرج من اورشليم. ده في اعمال 22:18 ده تاني ظهور للمسيح لي. قال له اخذت في غيبة وقال لي يسوع اخرج من اورشليم. يبقى كده شاف المسيح مرتين. البعض شككوا في رسولية بولس، وطلع ناس يقولوا بولس ما يبقاش رسول لأن الرسل دول اختارهم المسيح، والرسل عاشوا مع المسيح واتلمذوا على ايديه، والمسيح علمهم والمسيح أرسلهم والمسيح اداهم القوة على الخدمة. هنا بولس الرسول في ناس جم شككوا في رسوليته في كنيسة غلاطيا، فبولس يرد عليهم يقول لهم ايه؟ بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح. انا محدش من الناس بعتني، لان انا لو بعتني بطرس ابقى انا تلميذ لبطرس، ولو بعتني يوحنا ابقى انا تلميذ يوحنا، لكن انا مش تلميذ حد من التلاميذ. هنا يقول لهم انا رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح، انا اللي بعتني هو يسوع المسيح. في اعمال 22:11 حصل حوار بين حنانيا وبولس. حنانيا قال له اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته. حنانيا بيقول له اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته. يعني ايه؟ يعني بولس الرسول من كلام حنانيا انه ما اخدش الارشاد والتعليم من انسان، اخده مباشرة من اله ابائنا من الله. فهنا بيورينا اول حاجة مهمة قوي ان ارساليته من اله ابائنا، اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب. فبيقول هو ده اللي علمك وهو ده اللي ارسلتك. عشان كده في كورنثوس الاولى يقول لاني سلمتكم ما تسلمت من الرب يسوع. فما جاش يقول لنا انا بطرس سلمني ولا حد من الرسل علمني، لكن انا سلمتكم اللي استلمته من الرب يسوع. يعني ربنا بيقول له انا اللي هعلمك وانا اللي هرسلك وانا اللي هقول لك. عشان كده يجي يقول لم انقص شيء عن سائر الرسل، وبعدين يكمل لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فيه، يعني البار اللي هو يسوع. بيقول له تبصر البار
وتسمع صوتا من فيه. يعني بولس تمتع انه يشوف المسيح ويسمع صوت المسيح لانه كلمه في الطريق وشافه في رؤية. فانا عايز اقول بولس تمتع برؤية المسيح وسماع صوت المسيح، عشان كده بيقول له لانك ستكون له شاهدا. الشاهد ده لازم يكون عاين، الشاهد لازم يكون حاضر. فهنا المسيح اداله كل اللي فات في الوقت اللي هو اختاره فيه. يبقى الرسولين بطرس وبولس اللي بنتكلم عنهم رسوليتهم واحد بس قبل ما المسيح ما يصعد او يقوم، والتاني بعد القيامة، لكن الاتنين رسوليتهم واحد، الاتنين ليهم دعوة. وان كان واحد منهم دعي لليهود والاخر دعوته للامم، لكن برضك كلا الرسولين خدم الامم واليهود في وقت واحد، ما تميزش حد عن التاني. فالاتنين دعوتهم واحدة، ارساليتهم متشابهة، كلهم اخذوا من ربنا، هما الاتنين شهود بعد قيامة المسيح، او شهود ان المسيح قام من بين الاموات. الرسولين بطرس وبولس برضك كان عندهم نوع من البر الذاتي، فكلاهما في وقت من الاوقات شعروا بالافضلية على الاخرين، ان احنا احسن من الناس كلها. كلا الاثنين، شوفوا الاثنين اللي بنعيد لهم في يوم واحد، هما الاثنين كان عندهم نقطة ان انا احسن من الباقيين. في متى 26:33 المسيح في الليلة الاخيرة قال لهم كلكم تشكون فيا. قال لهم خلاص جاء الوقت اللي كلكم تشكون فيا في هذه الليلة. رد عليه بطرس قال له ايه؟ وان شك فيك الجميع فانا ايه؟ لا شك. قال له دول كوم وانا ايه؟ كوم تاني، انا اختلف عنهم، انت دول كلهم سيبك منهم، بص لي انا، كل الدول هينكروك لكن ايه؟ الا انا. فهو شعر ان هو افضل من كل التلاميذ، كلهم ينكروا كلهم يشكوا الا ايه؟ الا انا. فكلمة انا دي متعبة قوي، يا ريت نهرب منها. كل ما تشعر ان في كلامك انا اهرب منها، ما تقولهاش، عشان ما تعودش لسانك على انا. عشان كده الاباء يقولوا الانا دي وحشة قوي. حتى لو عملت شيء ما تقولش انا اللي عملت، قول نعمة ربنا دبرت ان العمل ده يتم. اهرب من انا. يقول لك هتيجي بكرة، تقولوش انا جاي، قول له بمشيئة ربنا ان شاء الرب وعشنا، زي ما بيقول الانجيل ربنا يدينا عمر. ابائنا علمونا كده، لكن دايما احط ربنا وما اقولش انا. العمل ده عظيم قوي، قول له ده ربنا. اذا واحد صغير مد ايده معاك، قول للبركة في فلان، فلان ده اللي ايده كانت بركة في وسطين، وتحط كل الحكاية، ما تقولش انا وتنسى الباقيين، وما تقولش انا وتلاقي نفسك ضعت من الانا. فبطرس وقع في نفس المشكلة، قال له ان انكرك الجميع او ان شك فيك الجميع فانا ايه؟ لا اشك. احساس بطرس انه احسن من كل الناس. بولس الرسول كان عنده برضك نفس القصة دي، فكان بيشعر انه افضل من الاخرين، فكان حتى لما يجي يتكلم والناس عمالين يهاجموه، فكان يرد عليهم برضك يقول لهم انا تعبت اكتر من كل الرسل، انا تعبت اكثر من جميعهم. واذا كان يقول انا في الاتعاب اكثر، في الضربات اكثر، كان بيثبت رسوليته. ولكن دايما معلمنا بولس الرسول كان عنده نفس النقطة اللي تعبان فيها القديس بولس. بطرس وبولس كلاهما في فيليب 3:5 بولس الرسول بيقول انه ليس كباقي الرسل، انا مش زي بقيه الرسل. يقول من جهه الختان مختون في اليوم الثامن، يعني بيقول لهم انا يعني يهودي ابا عن جد،
بيقول لهم احسبوها بقى، انا هو ورسلهم، انا من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، اللي بيتختن في اليوم الثامن من ده يعني امه خدته ودخلت بيه ختنته، يبقى امه وابوه يهود، لكن ما دخلش بعدين وختنوه بعدين، لا ده من الميلاد هو يهودي. من جنس اسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين، يعني بيقول لهم انا يهودي وبتكلم اللغة العبرية. من جهة الناموس فريسي اضيق حسب مذهب عبادتنا الاضيق، عشت فريسيا مدقق جدا في احكام الناموس. من جهة الغيرة مضطهد للكنيسة. من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، يعني تحط وصايا الناموس تلاقوني ان انا ايه بلا لوم، في ذبايح بقدمها، في تقدمات بقدمها، اتراءى في الهيكل ما بفوتهاش، كل اللي بيؤمر بيه الناموس انا بنفذه. فبيقول من جهة الناموس انا ايه بلا لوم، يعني كل متطلبات الناموس انا ما كسرتش حاجة منها وبقدم الذبايح. يعني بولس الرسول بيقول انا مش زي بقية الرسل، انا متميز ووضعي افضل، انا بعمل كل شيء وبعمل كل شيء بلا لوم. لكن هما الاثنين دخلوا في مدرسة ربنا دخلهم فيها اسمها مدرسة انكار الذات. ما الانسان اللي عنده ذات ربنا يدخله في مدرسة انكار الذات. فمع بطرس ربنا دخله المدرسة دي، فنلاقي في اعمال 10:28 كان بطرس شايف في رؤية ملاية نازلة من السماء، والملاية دي عليها وحوش ودبابات كل الحاجات اللي في الارض، وجاله صوت بيقول له اذبح وكل. فبطرس كده اول ما قال له اذبح وكل ما كانش فاهم المقصد ايه، ورفض ان هو ياكل وما فهمش. لكن في اتضاع بعد كده يقول لنا بعبارة بسيطة، رغم انه اعترض على الملاية وعلى انه ياكل، اعترض على ده كله، بعد كده يقول اما انا فقد اراني الله ان لا اقول عن انسان ما انه دنس او نجس. بعد ما شاف الملاية ورفض واعتبر ده نجاسة، يقول فقد اراني الله اني ما اقولش عن انسان ما انه دنس او نجس. اخذ درس، يعني اتعلمت ان انا ما احكمش على حد، ده يهودي ده اممي، ده بياكل الحاجة الفردية او ده بياكل المحرمات او اللي مش محرمات، انا لا اقول عن احد انه دنس او نجس. رغم ان قبل كده بشوية كان بطرس يشعر انه افضل من اي انسان تاني، وكان يشعر ان الامم دول مرفوضين واليهود هم دول شعب الله، لكن اتعلم في مدرسة انكار الذات. معلمنا بولس الرسول دخل نفس المدرسة، وقعد في المدرسة دي على 3 درجات، اتدرج في المدرسة دي 3 درجات. اول حاجة، بعد بولس الرسول ما افتخر بامكانياته وقال انا فريسي وحسب مذهب ديانتنا الاضيق وعشت بلا لوم في الناموس، في كورنثوس الاولى 15:9 يجي بعد ما ميز نفسه عن الرسل يقول انا اصغر جميع الرسل. انا اصغر، طب انت لسه كنت من شوية بتقول انك انت افضل من الرسل، وانت احسن من كل العبرانيين، وانت افضل من اي واحد يهودي. هنا يجي بعد كده بشوية يقول اني اصغر جميع الرسل. الدرجة التانية اللي ربنا حطه فيها في مدرسة انكار الذات تدرج فيها، في افسس 3:8 يجي يقول لنا لاني انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة. القديسين في الوقت ده كان يطلق على المؤمنين، فما الكنيسة تقول القدسات للقديسين هي القدسات للمؤمنين، فكلمة قديسين هي المؤمنين في رسائل بولس الرسول.
فهنا جاي من الاول بيقول انا اصغر الرسل، ولما دخل شوية مع ربنا في المدرسة قال انا اصغر جميع المؤمنين. احسن. بعد كده في تيموساوس الاولى الاصحاح الاول اخذ درجة تالتة في مدرسة انكار الذات، فيقول ايه؟ صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا. ايه يا بولس؟ تدرج. الاول احسن من الرسل، بعد كده اصغر القديسين، بعد كده الخطاة الذين اولهم انا. من ان هو الافضل الناموسي والاضيق واللي ما فيش زيه، لان بولس يقول الخطاة اللي اولهم انا، لانه دخل مدرسة انكار الذات. يعني هما الاثنين اشتركوا في الاسماء، ان كان لكل واحد اسم في الاول وتغير، اشتركوا في ان المسيح اختارهم ودعاهم وحدد ليهم خدمتهم. الاثنين اشتركوا انهم شافوا المسيح وشهدوا بقيامته. كلا الرسولين كلاهما شعر ان هو افضل من اللي حواليه، وكلاهما دخل مدرسة انكار الذات وشعر انه اقل من الاخرين. نقطة تانية مهمة اشترك فيها كلا الرسولين، وهي مدرسة الترك، ان يتركوا. اذهب وبيع كل مالك. القديس بطرس في لوقا 5:11 لما تعب الليل كله وما اصطادش سمك، وبعد ما اخد الليل كله وتقابل مع المسيح، والمسيح قال له يعني المركب اللي مش نافع للصيد تنفع للوعظ، واستخدم المسيح المركب اللي ما بتجيبش سمك كمنبر للوعظ، واخد السفينة وقعد يوعظ الجموع اللي موجودين على الشاطئ. فبدل ما تكون السفينة صيد سمك بقت صيد للنفوس وللناس. وبردك المسيح اخد بطرس بدل ما يبقى صياد سمك يبقى صياد للناس. فهنا لما ملأوا السفينة بالسمك بيقول حتى كادت ان تغرق، يقول في آية 11 تركوا كل شيء وتبعوه. يعني بعد الغنى ده والسمك الكتير اللي هي المركب هتغرق، قوم يقول لنا تركوا كل شيء وتبعوه، لانهم لقوا ان الشبك مش هو اللي بيجيب السمك، لكن كلمة ربنا هي اللي تجمع السمك. لقوا ان الغنى مش بالمركب، لكن الغنى بمعرفة المسيح. فمعرفة المسيح زي ما بيقولوا بولس الرسول، انا عشان اعرف المسيح بيقول انا خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لأجل فضل معرفة المسيح. أنا ده الغنى بتاعي، غنى. فتقول له أنت الغنى بتاعك في إيه؟ مش في العالم. الغنى مش في الشباك، الغنى مش في المركب، الغنى مش موجود في المية وفي البحر. ده ربنا إدى درس لبطرس لما كان بيصطاد سمك ياخد الليل ما يجيبش سمك، وقوم المسيح لما يتقابل معاه يقول له ارمي السنارة مش الشبكة، قوم يسحب السنارة يقول له السمكة اللي تطلع افتحها وتلاقي جواها ستار. ايه يا رب؟ دي على كلمتك، على كلمتك ألقي الشبكة وعلى كلمتك ألقي السنارة. قوم اما ألقي الشبكة تتملي المركب، واما ارمي السنارة اطلع الستار من المي. ايه ده يا رب؟ ده اللي يتحد مع المسيح. فبطرس حسبها قال لا، دي الحياة مع المسيح أغنى بكتير جدا من الحياة في العالم. فيوم المسيح يقول لي بيع وتعالى، أنا بغتني، أنا مش بخسر. أنا يوم ما أدي لربنا حاجة أنا باخد مش بدي. عشان كده اللي يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء، يقول له هل أعوزكم شيء؟ يقولوا له لا. يقول لهم أنتوا بتتركوا حاجات أرضية، أما أنا فأفتح قوى السماء وأغدق حتى تقولوا كفانا كفانا. دول اللي تركوا،
فهنا بطرس الرسول اتعلم انه يترك، وعرف ان السر مش في المية لكن السر في المسيح اللي موجود قدامه. قديس بولس كمان في فيلبي 3:7 يقول انا عبراني، وده كان قبل ايمان، ويقول انا ناموسي انا فريسي، لكن بعد كده قديس بولس الرسول ساب كل حاجة من اجل المسيح. كان بيقول انا عبراني، ويقول انا بتعلم على عند قدمي غمالائيل، ويحكي عن نفسه وعن مجده، وانا كنت مضطهد للكنيسة ومعايا سلطة، وكنت باخد رسائل من رؤساء الكهنة. طب وبعدين؟ يقول بعد كده ما كان لي ربحا قد حسبته خسارة. في الاول كان بيظن ان التقرب من الناس الكبار ده غنى، كان بيظن ان معرفة الناس الارضيين اللي ليهم مراكز ده تعلي مركزي، وده اللي بيظنه ناس كتير. يقول لك فلان له معرفة في الحتة دي، وفلان يسهل لك الامور مع ده، وفلان يخلص لك ورقك. تقول يا سلام، ده الناس دول يعني واصلين. بولس الرسول كان واصل ياخد رسائل والكل يستخبى منه، لان عارفين بولس بيعمل ايه. اما بولس اللي كان بياخد ده كله كربح ليه، ويقول لك ليا ضهر، يقول ما كان لي ربحا قد حسبته خسارة. ليه يا بولس؟ يقول لأجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح، من أجل معرفة المسيح حسبت كل ده خسارة. كلا الرسولين كرزوا لليهود، وكرزتهم كانوا بيقولوا إن يسوع هو المسيا أو المسيح. فبطرس الرسول في أعمال 2 يقول إيه؟ فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع الذي صلبتموه ربا ومسيحا. الله جعل يسوع الذي صلبتموه ربا ومسيحا، يعني إيه؟ يعني بيقول لهم هو ده المسيا المنتظر. بيكلم مين؟ اليهود. بيقول لهم انتوا صلبتوه، لكن اللي انتوا صلبتوه ده هو ده المسيا المنتظر اللي فيه عنه كل نبوات الكتاب. فدي وعظة القديس بطرس ليه. اما القديس بولس فاعمال 9:22 بعد ما تعمد على يد حنانيا الرسول يقول لنا كان يحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. يعني بيقول لهم لليهود اللي في دمشق ان المسيح هو المسيا اللي انتوا بتنتظروه، هو ده اللي احنا رجانا عليه، ان هذا هو المسيا اللي تنبئت عنه الكتب. كلا الاثنين بطرس وبولس اليهود قوموهم، لانهم كرزوا لليهود، ولان اليهود قالوا لهم بتجلبوا علينا دم هذا الرجل فبقوا تعبانين. فالاثنين قاومهم اليهود. القديس بطرس في اعمال 12 يقول ان هيرودس امسك بيعقوب اخو يوحنا وقطع رأسه، وده كان أول رسول يستشهد. ولما شاف، يقول لنا ولما رأى أن ذلك، يعني ذبح بطرس ده، يرضي اليهود، عاد فقبض على بطرس. لأن هو ذبح الرسول الأولاني يعقوب بيرضي اليهود، عاد فقبض على بطرس ناويا أن يقدمه بعد الفصح للشعب. قال خلاص طالما عملية ذبح الرسل دي بتفرح الناس اليهود، كل يوم اذبح لهم رسول. فذبح الاولاني لقاهم فرحانين، قبض على الثاني وقال بعد الفصح اذبح لهم. وسلموا
لأربعة أرابع من العسكر. يعني اليهود اضطهدوا القديس بطرس، أما القديس بولس في أعمال 9:22 برضك ما سلمش من اضطهاد اليهود. في دمشق يقول: ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. وفي كلا الرسولين الناس المؤمنين راقبوا الأبواب. يقول في كلا الرسولين، أنا آسف، اللي هم اليهود راقبوا الأبواب حتى لا يهربوا من الحبس. كلا الرسولين القديس بطرس والقديس بولس اشتركوا أيضا إن هم جات لهم انتكاسة في الإيمان. كلا الاثنين، القديس بطرس لما المسيح مات ودفن رجع للشبك وللصدم من تاني، رغم ان خلاص قال له: ها نحن قد تركنا كل شيء. والمسيح قال له: من الان تصطاد الناس، يعني ما فيش شبك تاني. لكن يقول لنا بعد ما المسيح مات قال له: خلاص القصة انتهت عند كده، وكل واحد راح لصنعته. فبطرس رجع للشبكة من تاني، كل واحد ترك حاجة رجع ليها. عشان كده في يوحنا 21 أخذ 6 من الرسل وطلع بيهم رحلة صيد. إيه اللي جرالكو؟ خلاص المسيح مات، ودي الانتكاسة اللي حصلت، إن رجعوا للصنعة القديمة من تاني، وراحوا على بحر طبرية، وقصد المسيح إن هو يقابل بطرس، وخلى بطرس يفشل طول الوقت ده ما يجيبش ولا سمك، عشان يقول له: الشبكة مش هتفيدك، أنا قلت لك سيب الشبكة وأنت رجعت لها من تاني. فالمسيح اللي أمر السمك يطلع له في الشبكة في يوم، أمر السمك ما يروحلوش في الشبكة خالص. فعدت الليلة دي ولا سمك ولا سمك. وأمرهم المسيح بعد كده إن يلقوا الشبكة على الجانب اليمين، فأمسكوا سمك. وهنا وراهم إن أنا اللي سدد احتياجتكم، مش الشبكة ولا المية. أما القديس بولس بعد إيمانه بالمسيح وكرس في دمشق، هرب من اليهود، حطوه في زنبيل في سلة، ودلوه من على السور ونزلوه، لأن كان اليهود مزمعين أن يقتلوه. فأعمال 9 يقول: فلما علم الأخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. بعد ما لقى أن اليهود حيقتلوه وهربوه في أفة، قال: لا ده الحكاية مش نافعة. قاموا جايين الأخوة المؤمنين هربوه من قيصرية إلى طرسوس. راح طرسوس ليه؟ رجع بلده الأولانية، يرجع لصناعته، ووقف عن إن هو يخدم ربنا. فواحد رجع للشبكة وواحد رجع لطرسوس من تاني، يعني عاد لحياته الأولى، لحد ما جاله برنابة وزاره وأخده معاه، وابتدوا يروحوا يبشروا في أنطاكيا. يعني كلا الرسولين رجعوا من تاني. كلا الرسولين بطرس وبولس غلطوا غلطة، ان هما الاثنين حاولوا يرادوا اليهود المتشددين او المتعصبين، فحسوا ان اليهود ممكن يتعبوهم، فكل واحد منهم ابتدى يرادي اليهود بطريقة مختلفة. قديس بطرس في غلاطية 2، بطرس لما راح انطاكيا وبولس كان بيخدم هناك، ومعظم المؤمنين اللي كانوا هناك من الامم، يقول ان كان بطرس قاعد بياكل معاهم، البلد كلها امميين وبطرس موجود وبولس موجود، فكان بطرس يقعدوا سوا ياكلوا مع بعض. فلما جه يهود في المكان، اول ما لقى اليهود جم ابتدى يفرز نفسه ويقعد بعيد، لئلا يقولوا عليه ده بياكل مع الامم. فيقولوا: قبلما يجيء قوم من عند يعقوب من اورشليم كان بطرس ياكل مع الامم، ولما جاء القوم خاف بطرس منهم
وعشان ما يقعش في مشكلة بدأ يؤخر ويفرز نفسه. هنا بيعمل ايه؟ بيرضي اليهود. فيرضي اليهود على ايه؟ على حساب الامم، ما ياكلش مع الامم، هم اليهود ينبسطوا ويقولوا ده يهودي تمام، بيتعامل مع اليهود المتعصبين بالطريقة دي. عشان كده القديس بولس يقول قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. يعني بولس الرسول قوم وبخه لأنه كان ملوما. بولس الرسول عمل نفس الحكاية، يعني ده وقع في الوقعة دي وبولس وبخه. التاني غلط نفس الغلطة في أعمال 22. أعمال 22 لما بطرس في غلاطيا راح انطاكيا في وسط خدمة بولس. في أعمال 22-23 لما راح وسط الخدمة يعقوب في أورشليم قال لليهود اللي كانوا هايجين على العوايد بتاعة اليهود وكان بيقترح عليهم، فقال له خد بالك عندنا 4 رجال عليهم ند، خذهم وتطهر معهم وادخل الهيكل واحلق شعرك كشريعة النذير، فيعلم الجميع أن ليس شيئا مما أخذوا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافزا للناموس. فعمل بولس كما أوصاه يعقوب، قال له نفذ الشريعة اللي بتقول في رجال يحلقوا وانت تدخل معاهم كشريعة النذير، وكده اما كل الناس يشوفوك يقولوا انت ما بتقاومش شريعة اليهود، انت زيهم. فلما سمع الكلام ده من القديس يعقوب نفذه. طبعا هنا بولس الرسول غلط، ولما عمل كده ربنا وبخه، لكن برضك اخد حقه. يقول لما دخل الهيكل امسكوا اليهود وما سبتلوش، قالوا ده الراجل ده هو اللي بيدخل الامم ويدنس الهيكل. يعني حتى اللي نفذه كلام يعقوب ما نفعهوش وما انقذوش. فلما دخل مسكوه وقبضوا عليه وكانوا حيموتوه لولا ان دخل لسياسي الامير وخلصوا من ايديهم. يعني لا الحلاقه نفعته ولا النذير نفعه ولا كلام معلمنا يعقوب نفعه، ودخل برضك وقع في مأزق لانه حاول ان يسلك بطريقه بشريه وبمظهر ضعف. فانا عايز اقول هما الاثنين كان عندهم الانتكاسه اللي حصلت في ارضاء اليهود. كلا الرسولين كان له ايضا المعجزات والايات والعجائب. بطرس الرسول في اعمال 5:15 بيقول حتى انهما كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظلوا على واحد منهم. معجزة، معجزة مش بوضع اليد، لكن العجيب ان معجزة بالخيال. واحد يمشي خياله يجي على واحد لا وضع ايده ولا صلاله، معجزة بالخيال. اما يقول لك معجزات في الخيال، دي معجزة بايه؟ بالخيال. يخيم ولو ظله، يعني ينيموا الناس عارفينه هيعدي من الحتة دي، وما هو معدي الشمس جاية منين، خياله جاي عليهم خف. ايه ده؟ ايه ده؟ دي معجزة بالخيال. يقول لك يخيم ولو ظله، ده بطرس. اما بولس ففي اعمال 19 يقول كان يؤتى عن جسده بمناديل ومآزر الى المرضى. بسبب مرض جسده واللي بيطلع من جسده فكانوا يحطوا ضمادات تشيل اللي بيطلع، فكانوا ياخدوا الخرق اللي على جسده دي اللي بيرميها يضعوها على المرضى فيشفوا. ده بيشفى بخيال، ودي معجزات ولا اللي في الخيال، ان المرض يشفي المرض. ده خرق فيها مرض ولكن قادرة ان تشفي المرض، وبدون وضع يد بالخيال يشفى الانسان اللي رائد على الارض. اشترك الاثنين انهم نالوا الشهادة على اسم ربنا يسوع المسيح. عايزك اقول نقطة قبل دي، ان كلاهما حل عليه الروح القدس.
كلاهما حل عليه الروح القدس، وكلاهما تكلم بألسنة، كلا بطرس وبولس. ففي أهل كورنثوس يقول إيه معلمنا بولس الرسول؟ أشكر الله أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعك. بطرس طبعا اتكلم في يوم الخمسين، لأن لما حل الروح التلاميذ كلهم نطقوا بألسنة، ولكن بولس اللي قبل الإيمان متأخر يقول لنا برضك أشكر الله أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم. وفي قصة عليم الساحر يقول لنا أما شاول الذي هو بولس فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال، يعني بولس الرسول برضك كان عنده نفس الموهبة. كلا الرسولين بطرس وبولس كان عندهم سلطان إعطاء الروح القدس، إن يقدروا يملوا الآخرين بالروح القدس. فقيل عن بطرس ويوحنا إن الرسل أرسلوهم إلى السامرة لما أهل السامرة أمنوا، حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. بولس الرسول لما راح لأهل أفسس يقول لنا الكتاب لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. كلا الرسولين أخذوا الروح القدس، وكان كلا الرسولين شعلة نشاط غيرة، ما بيقفوش ليل ولا نهار، حتى إن بولس الرسول يقول من يفطر وأنا لا ألتهب. فكلا الاثنين كانوا شعلة من النشاط. من يوم الخمسين يقول لنا أن بطرس الرسول قال وعظة واحدة جاب 3000. بطرس الرسول في عظة يوم الخمسين جذب للكنيسة 3000 نفس، وفي الهيكل وفي أورشليم وفي لدة وفلسطين ويافا وراح قيصرية. أما بولس الرسول زي ما قلنا فقال أنا تعبت أكثر من جميعا. ده بولس الرسول. بولس الرسول خدم خدمة وكتب رسائل، فكان برضك بولس الرسول في خدمته متميز. الاثنين كان ليهم الشجاعة، بطرس كان شجاعا وبولس كان شجاعا. لما قبضوا على بطرس ويوحنا وهددوهم، ولما أطلقوهم قالوا لهم لا تنطق البتة باسم يسوع، فرد بطرس كده العبارة اللي احنا حافظينها، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كلمة بطرس لازالت بترن في ودن كل واحد وقالها قدام الناس اللي بيحكموه، ووبخ اليهود قال لهم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنت وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. زي ما قلت لكم إن كلا الرسولين أيضا اشترك في الشهادة على اسم المسيح. طبعا بولس لأنه روماني لا يجوز أن يصلب، فعشان كده بولس مات بالسيف، أما بطرس فلأنه عبراني مات مصلوب. في نفس اليوم اللي جم يموتوا فيه بطرس المؤمنين هربوه وحاولوا ان هم يوصلوا المكان، ففعلا قال ما يمكن الهروب ده يكون من ربنا، ما هو ربنا قبل كده فتح لي بواب السجن وطلع لي، ففي مرة يبعت لي ملايكة ومرة يبعت لي بشر، طالما جوني أهرب. فهرب وهو ماشي في الطريق، يقول التقليد انه التقى مع المسيح حامل الصليب، فوقف في مكانه وقال له على فين يا سيد؟ قال له انا رايح اتصلب بدالك يا بطرس. فاختشى بطرس ورجع وقال لهم انا ما استحقش اتصلب زيه، اصلبوني منكس الرأس. وعاد واتصلب. لذلك المسيح في يوحنا 21 يقول له لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك
وتذهب حيث تشاء، ولكن متى شخت تمد يدك وآخر يمنطقك ويأخذك حيث لا تشاء. والإنجيل في يوحنا يعلق على العبارة دي، يقوم يقول لينا قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. يعني كلاهما نال إكليل الشهادة. كده دي نظرة سريعة لأوجه الشبه بين الرسولين، ونسيب أوجه الاختلاف لمرة تانية. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.